ديال سعيد العلوي الجوطي من مدينة فاس، أين نأخذ التصريح بالخروج وما هي فترات العمل ديال الإدارات المخولة بمنح هذا التصريح؟ هذا كاين الناس اللي ما تيوصلش عندهم، ساكنين شوية بعاد، ما يمكن ما يوصلش عندهم الشيخ ولا ما يوصلش عندهم المقدم. وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات، يعني وفق ما صرحوا لنا به انه الان هذه الوثيقه ديال 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 الخروج من المنزل فهي موكله لكل عماله او اقليم على حده تدبرها وفق الامور والاستراتيجيه ديالها. فكل عماله غدير الاجراء ديالو، غطبع للمطبوعات وغتوزع يعني للناس حتى للديور، يعني ما كاين لا الواحد ما يفكرش على انه في هذه الوثيقه. وهي بطبيعه الحال ابتداء من يعني من غدا، يعني ملي كنقولوا اليوم راه السادسه، يعني الامور اللي تقدا ولا هذا راه الامور يعني واضحه.